بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. من خلال نور الدين نستهدي الطريق الى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياه الدنيا حتى نعيش سعداء في الدارين في الدنيا والاخره والحقيقه التي اتضحت للانسان ان الله سبحانه وتعالى جل جلاله خلق هذه الدنيا وانه ارسل الرسل وايدهم بالمعجزات المتتاليه وانه انزل الكتب وانه كلف الناس بتكاليف هذه التكاليف قد يفهمها البشر فهما صحيحا ويضعها البشر في مكانها المضبوط فينال سعاده الدنيا وقد يحدث شيء من الغبش في تفسير خاطئ او في عاده شائعه او في ثقافه عامه او في عقليه ضعيفه فينظر الى ما اراد الله سبحانه وتعالى منه ان يكون سببا للامن والامان وسببا للسعاده والسلام فيحوله الى سبب في النكد والتبرم ويخرج به عن مراد الله سبحانه وتعالى. انزل الله سبحانه وتعالى العهد الاخير. عنده الاولد تيستمنت يعني العهد القديم والنيو تيستمنت العهد الجديد التوراه والانجيل عمل لاست تيستمنت وهي القران الذي نزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واراد الله ان يكون خاتما للرسالات ونهايه للوحي وعهدا اخيرا مع البشريه يصلح لكل زمان ومكان الحمد لله رب العالمين في صلاه اليهود يقراون شيئا كما نقرا الفاتحه فيقولون الحمد لله الذي خلقتني ذكرا ولا أعرف ماذا تفعل الأنثى اليهودية لكن وجدوا لها حلا أو يعني غيروا في النصوص إذا أرادت المرأة اليهودية أن تصلي كيف تقول خلقها الله امرأة وهي فرحة أنها امرأة فماذا تقول؟ شيء غريب. مقارنة نقارنها من أجل أن نرجع إلى ديننا فنقول سبحان الله. عندما يقول الحمد لله رب العالمين وما خلق الذكر والأنثى. إذا هيا بنا نذهب إلى الكتاب نسأله في هذا الاجتماع البشري لان كثيرا من الناس يرى او لا يفهم مرادنا الذي نتكلم فيه ياخذون بعض النصوص مبتوره من سياقها وسباقها ولحاقها السياق والسباق الكلام الذي استدللت به ما كان قبله واللحاق ما كان بعده والسياق هو هذا الذي يتكون من السباق واللحاق مع من نستدل به قالوا المرأة لا يحترمها الدين لماذا قالوا لأنه يعطيها النصف في الميراث من الرجل وهذا كذب الذكورة والأنوثة لا علاقة لها بهذا لأن الأب والأم رجل وامرأة فإذا مات الابن وكانت له زوجة وأبناء وكذا الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس من غير تفريق مش الأب يأخذ التلت والأم تأخذ السدس لأنه ذكر وهي لا هذا سدس وسدس قد تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل أصلا فلو مات رجل وترك زوجة وبنت وأخت وأم وعم المتبادر إلى الذهن أن العم يدخل لأنه رجل سيعصبه أبدا هناك العصبة تقفل بعضها على بعض مع البنات فالأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثمن والأخت تأخذ الباقي والعم يعيني لا يأخذ شيئا إذا هذا نظام له هدف آخر غير التمييز العنصري المبني على الجندر المبني على النوع هذا لا وجود له 36 مسألة فيها المرأة تأخذ والرجل لا يأخذ فيها المرأة تأخذ مثل الرجل فيها المرأة تأخذ ضعف الرجل فيها المرأة تأخذ نصف الرجل آه يبقى هذا أمر آخر وترتيب آخر له معنى آخر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أين المرأة في الإسلام؟ هيا بنا نذهب لربنا سبحانه وتعالى ننظر ماذا يقول يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بس خلاص انتهى الامر يبقى في مساواه مطلقه هو قال هذا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هذا اصل المسأله لو ذهبنا الى ربنا سبحانه وتعالى وقارنا في حكايه الخلق حكاية الخلق حكاية غريبة ربنا خلق آدم وخلق منه حواء واشمعنى؟ اشمعنى الولاد يكونوا الأول حتى تكون نفس واحدة لأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فلما جاء يحكي لنا قصه الخلق لما حدث ما حدث بين ادم وحواء من ناحيه وبين ابليس وهو رمز الشر والوسواس الخناس في كل القصة الواردة إلينا من غير القرآن أن حواء ضحكت على آدم وكانت سببا في إخراجه من الجنة وما زلنا في أدبياتنا الجاهلة الشائعة يقول لا ما أنت اللي خرجتني من الجنة ربنا قال فأزلهما مش فأزله أو فأزلها لم ينسب الخطيئة إلى المرأة وأن آدم ضحية بل أسند إليهما المسؤولية وقال ليس للإنسان إلا ما سعى الشيطان وسوس لحواء لا ما حصلش كلام ده كذب في الأدبيات كده في المنقول والموروث الشعبي كده لكن في القرآن مش كده في القرآن أنهما سواء وعلى سنة البرنامج بنعمل حوار علشان نطلع اللي في مخكم واللي في نفسيتكم كل واحد أو واحدة عايزة تسأل سؤال أو عندها تغبشاية في حتة معينة أو حتى عايزة تتمرد أو عايز يتمرد برضه ما احناش هنقول بقى كل شوية عايزة وعايز وكده يتفضل يقول وعلشان برضه ندي همسة كده اللي هو ليدس فيرست البنات الاول يعني ها هم نبدا بالبنات في حد فيكم يا بنات عايز يتكلم او يقول او يسال طب قولي كنت عايز اسال حضرتك في حديث فيما معناه يعني كان بيقول لو امر الله ان يسجد احد لاحد كان امر النساء ان تسجد حصل. لزوجها فكده مش يبقى كده في فرق كنت عايز اسال حضرتك في حديث فيما معناه يعني كان بيقول لو امر الله ان يسجد احدا لاحد كان امر النساء ان تسجد لزوجها. اه فكده مش يبقى كده في فرق؟ ابدا هقول لك القصه والحكايه ما انت لازم تعرفي القصه والحكايه علشان تعرفي هو ده اتقال في ايه؟ احنا قلنا ايه؟ السياق السباق اللحاق. صح ولا لا؟ صح. صح. الحكاية إن الستات كانوا يجوا يشكر رسول الله يا رسول الله الراجل يعني إيه يعني عنيف شوية بيزعق كتير بخيل مش راضي يجيب لنا مقتضيات البيت يعني وكده فالنبي يشد عليهم يشد على الرجال ويقول لهم على فكرة مش هتدخلوا الجنة إلا لما ترضوا الستات بتاعتكم خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهله ويقعد يضغط على الرجال فالرجال حاضر يا رسول الله قوم الستات تفتري ما خلاص بقى كده لك على دماغك يا دم انت ايه بقيت تحت ايديا بقى استنى شوية فالرجاله يجوا يشكوا ما يقدروش يعملوا حاجه يجوا يشكوا يا رسول الله انت قلبت علينا ستاتنا ايه الستات؟ لا عايزه ترضع الواد ولا هي عايزه تعمل كده ولا تعبنا يا رسول الله فيجي يقول لهم تعالوا يا معشر الستات عارفين الرجاله دول ليهم فضل عليكم كبير علشان بيشقوا وبيتعبوا و... كلام حلو جميل عارفين لو ربنا كان قال لحد يسجد لحد كان مين اللي يسجد ل... كان الست تسجد للراجل بيديهم دفعة وبيديهم حافز ان هم يعني يحترموا ازواجهم شوي فالست تستجيب لرسول الله وتقول ايوه صحيح ده انا غلطانه انا زودتها شويه ومن الراجل يلاقي ايه منكسره شويه كده اهو وميزود عليها الضغط ومن الستات تروح تشتكي فسيدنا كان قاعد يقول لدول ويقول لدول ما تجيبيش بقى تجيبي لي دية وتطلعيها لي من هنا وتقولي هو ده ما فيش توازن لا دي معمولة عشان التوازن بس في قصص حواليها في حاجات حصلت في حياة مستمرة النص ده نص هو عبارة عن سيدنا قاعد وراح قايل العبارة دي صح لكن طب قايلها ليه قايلها لمين قايلها امتى لما تبحثي في السنة كده يتضح ليك الحال وان سيدنا هو اعظم من طبق كلام الله اللي بيقول فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤول عن رعيته وخد بقى نصوص كتيرة جدا العلة بتاعتنا إن إحنا بنخرج عن السياق والسباق اتفضلي دلوقتي لو الزوجة توفى زوجها وبقت أرملة وعندها أولاد تمام وهي ب... ما تزوجتش بعده هو طبعا بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال في احاديث ان بيست... يعني بيبقى ليها ثواب اكبر ان هي لو ما تزوجتش وفضلت تعول أمدها. ولا هناك كلام من مخك ولا فيه حديث بيقول كده انه احسن ما تتجوز ولا اي حاجه بس عشان اصحح بس لك اول بس هي مش بيبقى ليها ثواب اكبر لو هي فضلت هي ما حد يتجوزها <applause> فلما ما لقيتش حد يتجوزها صبرت على اولادها واحسنت تربيتهم وكفحت وكدت لغايه ما جابت لهم تعلمهم وتوكلهم وتعالجهم الى اخره. ادي الحكايه هو ده اللي بيحصل. هيحصل ايه بقى؟ هتاخد ثواب طب هو الرجال برضه بيبقى يستحسن ان هم ولا برضه عادي يتزوج بعد وفاه زوجته لو عنده اولاد عشان يساعدوا في تربيه الاولاد او حاجه زي كده في المعونه. المشكله هنا هو ان المراه متعلقه زياده عن اللزوم بولادها. هي مش زياده عن اللزوم ولا حاجه هي طبيعتها كده والحمد لله انها كده. ان امهاتنا اعتنوا بينا. الراجل مش كده لان ده المراه بيخرج منها الحياه فهي متعلقه بالاطفال دول تعلق غير مبرر وغير معروف. تلاقي ابن الواحده من دول راكب على ابن الجيران بيضربوا فتقول للواد اللي, اللي بيتضرب حاسب على ابني، الله ده ابنك اللي بيضرب. مش اللي بيضرب الامومه كده هو ده الحب الحقيقي حب من غير اي غرض ولا اي احتياج ولا اي حاجه فلما بيجي الراجل يموت بيبقى نظرها على عيالها اكتر واخده بالك الراجل اكتر في الخارج قاعد يسعى فاسعوا في مناكبه وبيروح ويشتغل ويعمل وكده الى اخره والمراه اكثر في مراعاه بيتها الداخلي هي تستطيع انها تخرج وتستطيع انها تعمل بس اذا ارادت لان ده مجهود عليها الراجل بيجيب واحده ست علشان تقوم بشان البيت الست ممكن تجيب راجل علشان يقوم بشأن البيت برضه في الإنفاق وكده ولذلك التصور بتاعك اللي أنا رفضته وحاولت أصححه مباشرة إيه إن هي ما مين اللي هي ما تتجوزش؟ لا أنا ما قصدتش كده أنا أقصد أقول إن في نساء بتبقى بتبقى عايزة إن هي تركز على أولادها وإن هي, هي, هي حرة بقى يبقى ده الاختيار بقى في الاختيار هنا بقى ده حاجة تانية خالص اتفضلي انا تركتك تختاري اختاري وريحي روحك واعملي اللي انت عايزاه عايزين حاجه اكتر من كده من الحريه عايزين حاجه اكتر من كده من الحلاوه والجمال ده بيقول لك افعلي ما شئتي عايزه تقعدي اقعدي عايزه تتجوزي اتجوزي عايزه تطلع بس مش هتعرفي تنفكي عن ولادك في كل الاحوال لو غيبنا عنك ولادك كده تتجنني تتعفرطش طب وده وحش ولا حلو؟ لا حلو ده خلقة الله ده ربنا خلقنا كده ومن غير هذا كانت دمر الدنيا ده الدنيا كانت تتدمر وهكذا في حد من الأولاد عايز سؤال دلوقتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن السيدات ناقصات عقل ودين عايز اعرف بس ايه السبب بتاع الحديث ده السبب بتاع الحديث ده انه ربنا سبحانه وتعالى خفف عن المراه واقف معاها التخفيف جاي منين جاي في قضيتين القضيه الاولى هي قضيه الصلاه والصيام ربنا سبحانه وتعالى اشترط الطهاره في الصلاه البنت بعد ما تبلغ بيحصل عندها حاجة اسمه الحيض الحيض ده بيسموه في الانجليزي ايه الفترة بيريود البيريود خلاص فلما البنت بيجيها البيريود البيريود دي ممكن تقعد يوم اقلها يوم وممكن تقعد 15 يوم فلما تيجي تصلي بنقول لها سيب الصلاة طاعة لله شوف شوف ازاي يعني اقول الانسان ده صلي والانسان ده ما تصليش عباده لله شوف الطاعه معناها ايه ان تعبد الله كما يريد لا كما تريد فبقول لها سيبي ايام البريد ما ما تعمليهاش ما تصليهاش وما تصوميش الصيام تبقي تقضيه <applause> ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام اقضيها بعد رمضان طب ولو صامت لا يقبل صيامها وتكون قد ارتكبت حراما طيب فقال لها خلي بالك من الحته دي انت في جزء من حياتك اتخفف عنك التكليف بدل ما تصلي في الاسبوع خمسه في ثلاثين في الشهر أربع مرات مية وعشرين صلاة هتصلي فقط مية خمسة وعشرين يعني في ديسكاوت يعني في إيه خصم أدي النقصان بتاع الدين أصل القضية دي برضو في الشهادة الإشهاد الإشهاد نجيب اتنين رجالة او رجل واتنين ستات فده الاشهاد ده بيساعد المرأة على وضع معين هشرحه لك دلوقتي النبي السلام اللي بيقول للبنات ايه بيقول هقولك بالعمية كده اه منكم انتوا كانه بيقول كده يعني كانه لو اتكلم بالمصري يقول كده صلى الله عليه وسلم اه منكم انتوا قد الكف وتقتلوا مية وألف يعني بت فسفوسه كده اهو وتدوري دماغ الراجل من دول تخليه وهو عاقل كانه مجنون البنات يحبوا الكلام ده قوي يعني اول ما يسمعوه احنا يعني ندوخ اللي قدامنا اه <applause> فهو بيكلمهم كده عايز يهزر معاهم فبيقول لهم بس خلي بالكم انتوا على فكره عندكم حته ناقصه هنا في الدين اللي هي الحاجات اللي ما بتصلوهاش وكده اللي ربنا امركم بيها وحتى ناقصه هنا في العقل اللي هي الشهاده. فهم قالوا له قالوا له يعني احنا مجانين يعني ولا احنا كده؟ قال لا نقص عقلها في الشهاده ونقص دينها الا تري ان المراه وراح قال لها الحكم اللي هو بتاع ترك الصلاه والصيام في اثناء البيريود. نوع من انواع المداعبه مع البنات اللي بيقول فيها صلى الله عليه وسلم معاهم يا بنات انتم ما تستضعفوش نفسكم ده انتم ممكن تعملوا حاجات كتيره ف بالخفه شويه اتقوا الله يعني يعني خففوا شويه ادي اللي حصل والحديث اخرجه البخاري ومراح شايل السياق والسباق واللحاق وقال لك ده هي الاسلام بيقول عليها مجنونه وبيقول عليها فاسده ما حصلش طب واللي بيقول كده ده بيغير حدود الله ده عايز يهد الخيمه اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد بناها واللي سيدنا الرسول اراد بناها فالسؤال حلو بتاعك هكذا في نور الدين نستطيع ان نلتمس الطريق الى الله على بصيره نحن ومن يتبعنا الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته